أخو أحد الضحايا اللي حصل في الاعتداء عليهم في ليبيا. قل لي شعورك إيه يا بشير، قل لي، كلمني عن أخوك، كلمني عن إيمانك، كلمني عن انا اللي فندم، أنت منتظره من ربنا. مش ماليش واحد بس، آه يا حبيبي. انا ليا اتنين اخواتي، آه يا حبيبي، اتفضل. اتنين ليا، الشهيد بشوي استفانوس كامل والشهيد صموئيل استفانوس كامل، اللي انا بتشرف بيهم في وسط العالم، يا حبيبي، بشوي وصموئيل. بشوي وصموئيل. بشوي 25 سنة، صموئيل 23 سنة. آه يا حبيبي، دول شرف للمسيحية وشرف ليا، وخلوني ماشي رفع راسي يعني، الحمد لله. يا حبيبي عظيم إيمانك. قل لي، كلمني عن إيمانك اللي أنت رافع بيه راسك إزاي، خلينا نتعلم منه. دوا أعطاه لنا داعش أزيد من اللازم، يعني إن هو ما قطعش الفيديو وهم بيصرخوا وبيقولوا يا يسوع. آه يعني داعش هي اللي زودتنا في الإيمان أكتر. يا سلام، صدقني عظيم إيمانك. طالما هو طالما يعمل كده وما قطعش الصوت، ان هو اخواتي كانوا ما يصرخوا يقولوا يا يسوع، دي حاجه شرفتني ومشكر عليها داعش وتنظيم داعش كله. عظيم، دي حاجه شرفتني. ايوه، قول لي بقيه العيله عامله ايه النهارده؟ صدقني احنا عندنا الناس فرحانه، الناس لما تبارك لبعضها، مش حاله حزن، لا الناس بتبارك لبعضها. على استشهاد الكم العظيم ده من بلدنا، وكنتنا تشرف بيهم. طيب، عايز احساسك تقوله لي لما حصلت الضربه الجويه على داعش في ليبيا وشفتوا مناظر الناس، قول لي انطباعك ايه يا بشير. بص انا عاوز اقول لك على حاجه. قول يا حبيبي. احنا من البدايه من عصر الرومان واحنا كمسيحيين بنستشهد. دي حاجة بتخلينا نحتمل أي حاجات لك. والإنجيل برضو ما قال إيه؟ قال حبوا أعداءكم، باركم لعنيكم. لكن هي الضربة الجوية اللي عملها دي كانت حق على الدولة إنها ترد لنا جزء من الغليل اللي كان في وسطنا على طول الفترة اللي هم عايشونا فيها بس. لكن هم لو من يوم ما اتاخدوا كانوا استشهدوا، احنا ما كناش عايزين حاجه. يا حبيبي، لكن اسالك هي سؤال يا بشير، طول الفتره بس اللي قعدوا فيها دي، هي دي الضربه الجويه بس بتشغلنا لطول الفتره بس. عظيم ايمانك يا بشير. عايز اسالك سؤال بالايمان الحلو ده. اتفضل يا فندم. هل لو احنا طلبنا غفران ليهم انت تتضايق او حد جنبك يتضايق؟ غفران لمين؟ للي ذبحوا وللي قتلوا. انا النهارده كنت قاعد مع امي. بقول لها يا امي ايه رايك لو عدى داعش ده اللي خد ابنك في الشارع، هتقومي تعملي له ايه؟ قالت صراحه يعني مش كلام مزيف ولا كلام اما اقوله لك عشان صوته مسموع ولا حاجه، قالت لي انا هقول له اتفضل يا اللي دخلتنا الملكوت. ايه الجمال ده؟ صدقني بالامانه كلام مش اما بقول لك انا، ده كلام من على لسان امي. مصدق يا حبيبي، مصدق. ويعني مره من غير تعليم، مره 60 سنه اما اقول لها ايه رايك لو داعش ده معدي في الشارع، اللي هم اشخاص داعش دي معديين في الشارع، وقلت لي طعام يوم اللي ذبح ولادي، بقيت اقول له ربنا ينور عينك يا ابني، اتفضل يا رب تعالى اللي دخلتنا الملكوت. طب يا حبيبي، بالروح الحلوة دي ممكن تطلب لنا طلبة من ربنا تصلي لأجلهم دلوقتي وانت على الهوا كده؟ يا رب اجعل دول ليهم نور لعنيهم يدخل يتنجوا منه. عظيم يا حبيبي. ويسيبهم من الجهل اللي هم عايشين فيه وعلى التعليم الغلط. أمين يا حبيبي، أمين. بلغ تعازينا يا حبيبي الماما ولإخواتك وللأسرة ولجيرانك المنكوبين زينا كلنا. شكرا يا بشير، شكرا يا حبيبي، شكرا.